ما في بينه وبين جرأة صداقة ولا مودة. ربنا أمرنا بحاجتين بس، بالبر إليهم والقسط لهم، نبرهم ونقسط إليهم، نحسن إليهم ونعجل معهم. إنما حب أبدا أبدا، كيف أحبه وهو عدوي وعدو الله وعدو النبي. إنما كن مقسط معاه، عادل معاه، أبر كمان. لكن أنا وده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، ما ينفعش. صح ولا مش صح؟ إذن القضية مولاة ومعادلة. دينك عض عليه بالنواجس، مشايخك اسمع منهم مشايخ الحق مش مشايخ الباطل، قرآنك عض عليه بالنواجس، سنتك عض عليها، قنوات سيئة ما تقوليش أنا بشوف القناة الفلانية بتشتم في الإسلام يا فضل الشير، والقناة الفلانية والله بتشتم في الإسلام، أنا قعدت دم 4 ساعات. أنت اللي قاسم وعاصي ومريض لسبب، ما عندك الحصانة الواقية، ما عندك الوقاية التامة لهذا الشيء. ال4 ساعات اللي ضيعتهم قدام ليه كان ممكن تستفيد تقرأ عنده قناة بديلة، هتاخد أجر قد إيه؟ تقرأ في السنة، ده الحق عندك الحق، تاخد قد إيه؟ تسمع عالم شرعي، شوف هتستفيد قد إيه؟ إنما أنت والعياذ بالله تسكن صدرك الشبهات والشهوات، وفي النهاية ربما سكنت وما خرجت تضل والعياذ بالله جل وعلا. النقطة اللي فوق كده أنا بقول لكم أهو يا جماعة، كونوا مع الدين وحيثما كان الحق كونوا معه، ولا تخشوا في الحق لومة لائم، لومة لائم. وما في مجاملة، لا تجملوها لا لي ولا الخير. ولا تثقوا إلا في ربكم، أنا بقول لكم اوعوا تثقوا في الزغبي، اوعوا تثقوا في الزغبي، في ربنا بس، لا في ولا في غيري. ليه؟ القلب بيتغير، قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. طب ما جايز يضحكوا علي، ما جايز يخلوني أبقى كذا مثلا، ما جايز أنا قلبي مريض شوية واتغير. لا ما تتغيرش أنت، اثبت، خذ الحق مني، إنما ما تثقش فيها وتجعلني قدوتك. قدوتك واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب أنت متقن في عملية النت، متقن في الشبكة العنكبوتية، تعال يا أخي شوف حلقة الزغبي، حلقة فلان، حلقة إعلان، انشر الخير دي، عندك الإمكانية انشر، تقدر تترجم انشر في المواقع، خلي النصارى والكفرة برا يقروا واليهود. الله، تقدر تعمل أي خدمة لدين الله جل وعلا، رسائل توزعها، وزع ما دامت والحمد لله خالية من الغلو والتفريط وقيمة على الاعتدال. تعرف ان ظهر مثلا عندك تفجيري تكفيري، عندك رافضي خسيس، عندك قدياني، عندك بهائي، حصره ازاي؟ مش تروح تضربه ولا تقتله، لا حصره علميا. تعال للجيران للي بيقولوا بيزروه، وجيب كل الكتب والرسائل والأشرطة والسيديهات اللي بتحارب الفكر ده، ووزع. واحد طالع له ضيف اديله، بس بكل أدب وبكل احترام. قرايبه اديلهم، انت بتوزع مصل وقاية الوقت ده، مصل وقاية. جيرانه الحق قبل ما يضلهم، وزع، تبقى انت حصرته، يبقى زي اليتيم، وازجره في ذلك حتى يعود الله جل وعلا. كان في خطورة، انا اللي بقول لكم بلغوا الجهات الأمنية، بلغوها فورا. ولو انت يعني مش عارف، المهم خلاص. طيب فضيلة الشيخ محمد، يعني كل رمضان بيظهر لنا حاجة كده تحس ان هو بيحاولوا ينكدوا علينا في الشهر الكريم، عشان كده النهارده هنناقش معاكم قضية خطيرة جدا، قد يكون فتحها الشيخ حازم شومان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعز ويبارك له. فقضية الاعلام المصور او المسلسلات، انتشر على النت انتشار فظيع جدا الرد على مسلسل الجامعة او الجماعة، وحصل التباس عند الناس بين المفهوم اللي عايز يوصله المؤلف وبين الحقيقة، وحصل اساءة وتشويه لصوت الاسلام. وللاسف دلوقتي احنا ما عندناش غير قناة او 2 او 3، احنا عندنا مجموعة قنوات، جميع التلفزيونات بتشتري المسلسل وتذيعه، نشر الفكره لو بخسره ونشره بخسره، يعني ينشروا الفساد عشان يتعذبوا به في الاخره وبيخسروا. يعني هي فعلا فكره ان هي الخساره في الدنيا وفي الاخره، فكره نشر المسلسل وتشويه صوت الاسلام. وكمان لما يحصل، لو حصل ترجمه للاسلام، وقريت في احد الصحف الامريكيه حتى ان بعض الجماعات متضايقه من المسلسل عشان سوق او حصل تشويه او حصل، انا اسف، اساءه للاسلام. فضيلة الشيخ محمد، النهارده احنا الحرب على الدين، ايه هنتكلم في موضوعات عده ان شاء الله تعالى، منهم اول حاجه مسلسل الجماعه.
طيب اولا قبل ما ادخل في البتاع اللي بتاعهم ده مش عايز انطق بلساني بصراحه هبين علاقه الناس دي انا بقول في وسائل الاعلام ممكن احلك الشيخ الزغبي بهول لا اديك مثال بسيط جدا في قضيه الاعلام وثوره دول في الاعلام وحركات دول في الاعلام دكتور معين زعيم القرآنيين بقول والقران منه براء 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 بل والعياذ بالله له كفريات لا يعلمها الا الله هذا رجل طبعا قابع في الولايات المتحده قابع هناك بيقول ايه إن مسلسل الجماعة الذي كتبه وحيد حامد ويعرض على الفضائيات حاليا كشف عن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والحركات الوهابية في المملكة العربية السعودية إلى آخر ما قال خلي بالك أولا نأصل للمشاهدين والمشاهدات أنا لا أؤمن بشيء اسمه الجماعات ولا الأحزاب ولا الطرق عشان تبقوا فاهمين منهجي محدش يزعل مني الإسلام لا يؤمن لا بالأحزاب لا تقول الحزن الفلاني ولا الحزن الفلاني كلها أحزان كلها أحزان وهم ولا يؤمن بالجماعات لأن لتفرق في دين رب البريات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا يؤمن بالطرق الدرويشية لأن الإسلام دين تحضر وعقل إلى آخره ولأن الإسلام دين سموم فيه قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن الأول ساس الأمم بأسرها مش حكاية نبقى حي وبتاع ونأكل بتاع فتة وكلام من دي لا إذن أول شيء الإسلام لا يعترف لا بالأحزاب ولا بالجماعات ولا بالطرق دي واحدة ثانيا قضية نقول لك إخوان وحركة وهابية قضية الإخوان والحركة الوهابية يعني أتى بشيئين يعني متغيرين طبعا عايز اقول للمشاهدين برضه لا احنا عمرنا كنا اخوان ولا تبع الاخوان بس لا نقدح في الاخوان لكن اسال الله جل وعلا ان يخلعوا انفسهم من ربقه جماعه لاني لا اؤمن بالجماعه هم ناس فيهم خير فيهم كوادر فيهم عباقره فيهم عباقره اقتصاديين عباقره سياسيين عباقره كيت بس محتاجين العقيده محتاجين ولاء محتاجين براء محتاجين تمسك بالثوابت عندهم احتياج لاشياء يبقوا كده باذن الله يبقوا على فهم سلفنا الصالح إنما الوهابية كذلك مش حاجة اسمها وهابية أنا لا أؤمن بحركة وهابية هم بيحاولوا يدخلوا المدلول اللغوي أنا بأصل المشهد الأول مش حاجة اسمها حركة وهابية محمد بن عبد الوهاب عالم شأنه شأن أي عالم مصلح شأنه شأن أي مصلح محارب للبدع وطهر الجزيرة شأنه أي محارب للبدع وطهر الجزيرة إنما الرجل مش صاحب حركة وله ما احترامي صاحب مذهب ده رجل عالم رجل عالم واحنا لسنا بوهابيين بعيدها مرة تانية ولسنا بتيميين ولا بقيميين ولا بألبانيين نحن مسلمون نحن مسلمون المغالطات اللي بيعملوها دول عشان يفرقوا المسلمين ويضربوهم في بعض ويضربوهم في بعض ويبينوا للعالم ان احنا في صراع وان احنا شوية رعاع ولا حول ولا قوة الا بالله شوف يا سيد في قناة كبيرة معروفة طبعا بتاع منهم بيقول ايه على الإسلام والحجاب يعني ده مرتبط بأجندة سياسية لجماعات دينية وإن حجاب الفنانات حجاب شكلي لأن الحجاب ليس من الإسلام لأنه يعمق الفتنة الطائفية الحجاب ما هوش من الإسلام بقى مفتي بقى مفتي ما هي دي مصيبة أنا بسأل دور الأزهر دور مجمع البحوث لما يجي واحد صعلوك أو واحد جاهل يفتي في دين الله جل وعلا والكذا ليس من الإسلام أنت اللي تقول ليس من الإسلام ما احنا نشتغل ايه؟ احنا نشتغل بقى رقصين؟ لا احنا اللي نقول ده من الاسلام ده مش من الاسلام وبعدين انت جاي لي ثوابت من ثوابت الدين وتقول ليس من الاسلام ادي اول نقطه خطيره جدا فين يجب يكون في محاكمه يجب في غير على دين الله جل وعلا النقطه الثانيه بتقول يعمق الفتنه الطائفيه يعني الواحده لما تلبس الحجاب بتعمق الفتنه الطائفيه يعني معناها اما تلبس الحجاب بتقول يا نصارى انا بعديكم مش هيلا طلقات جوه الحجاب ايه اللي بيحصل طب الرهيبات ما هم لابسين حجاب لسه اقول لحضرتك الحلقه اللي احنا عملناها الحجاب والنقاب يبقى بيعمقوا الفتنه الطائفيه صح استنى اذا اللي في الاديره بيعمقوا الفتنه الطائفيه يبقى انا امي وقتي اقول دول بتوع فتنه طائفيه لازم نعمل كذا لا ابدا بالعكس ده هم النصارى عندهم فرضيه النقاب مش الحجاب وعندهم انا جبت الادله على ذلك في عده حلقات عندهم هذا الشيء وما حدش ينكر عليهم كده خلاص ده شيء في المعتقد انا عندي في ديني من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول العلماء ان الحجاب فرض الحجاب